اهلا 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 وسهلا بالخالي بي يا من الكليه صامتني. لا تكذب انت بس قاعد وصافد. قال خلينا نسوي راحتنا مشغولين. لا تسوي نفسك مشغول، كنا نعرف انكم الان مثل ما قاعد اقول الكليه صامتني، بس تعرف شنو اللي ما صامتني؟ التمرين. انا بني ادم صار له 3 سنوات يتمرن لكل يوم تقريبا، يعني بس شوف الموديل يا ترى منو هذا؟ ابو مروه تلودي. مرحبا انا مروان تلودي. لا الحج الكريم هذا هو جيجا تشاد مسلم. طبعا من المؤكد السبب اني حطيت الموديل جيجا تشاد لاني شكلي بالواقع جيجا تشاد. موجوده هواي رموز لهذا القناه، بس اتوقع جيجا تشاد مسلم هو اكبرها. اليوم راح اقول لك عن التمارين ومعلومات عن التمارين. خلينا نبدا مباشره. النقطة الأولى العضلات. أول شيء يجي ببالك متفكر بشخص يروح للجيم شنو هو؟ طبعا اترك أبو سعد اللي يروح للجيم يومين يترك تعالجه. فكر بشخص يروح للجيم بشكل منتظم، راح تفكر بالعضلات. وإذا كانت مرأة راح تفكر بجسم منحوت. العضلات للرجال مثل المكيف لغرفة النوم، مثل كرت الشاشة للكمبيوتر، مثل الموبايل المدمن السوشيال ميديا. يا بي غالي موجود سبب ليش كل من عنده عضلتين من تتصور وياه لازم ياخذ وقفة ويستعرض، حرفيا يجيب فيديو يوتيوب يوتيوب وضعوا تاخذ صور المعضلين رائعة طريقة مضمونة 100% تشتغل بدون روت بوم. العضلات شكلها جميل، عملها مفيد وفوائدها الجانبية رائعة. زيادة حرق السعرات الحرارية بالجسم، خلي الشخص فرن متحرك ما يبرد ابدا. هذه واحدة من الاسباب ليش الشتاء فصل حار بالنسبة لي. اذا ذنك قاعدة تدفني خالد قول صابر قاعد تمشي مو بني ادم. النقطة الثانية المزاج الحلو. اي شخص هنا لو عسى تمرن مرة واحدة بحياته سوى 3 بوشاب ركض 20 متر راح يعرف انك بعد ما تخلص من التمرين تبدأ تحس بال ايه اشعر بالجمال انني رائع. تبعك الموضوع له علاقة بالهرمونات والكيمياء والاندورفين الدوبامين السيروتونين والقليل من الاوكسيتوسين. الدوبامين هو هرمون المكافأة، السيروتونين هو هرمون السعادة، الاوكسيتوسين هو هرمون. يا خالة حلو ما تخلص من التمرين راح يكون مزاجك حلو. الموضوع مو بس هيه اليوم يوم جميل، لقد عضلاتي اليوم. الموضوع يصعب ثقتك بنفسك، تقديرك الذاتي، وحتى ابتسامة بعد تنزرع على وجهك. للي ما حس بشعور بعد التمرين لليوم فتقدر الآن تحس بيه، سوي 3 بوشاب، وإذا ما تقدر سوي بلانك النص دقيقة، بعد ما تقدر تمغط بعمق وراح تحس بيه. التمغط يعتبر تمرين. راح تحس بمزاج حلو صمطوري شقاقي لك يا الكعبة شل متحد، وشعور بالخلاص مباشرة. من تتمرن لأول مرة راح تحس بهالشعور، من تتمرن للمرة 538 يجيك الشعور فوقها تجيك ثقة بنفسك وكل العضلات يما منك. النقطة الثالثة صحتك جيدة. ما اتوقع انه يحتاج شرح معمق طالع من التجارب الدقيقة على البشر ومختلف الخلاق حتى اقولك ان التمرين مفيد لصحة بس وإي بيها بس ايش كم كمية هذه الفائدة؟ اكيد بس راح يكون جسمي صحي ورشيق وعدهون ما عندي. لا راح انطيك نقاط عن فوائد التمرين بدون شرح، مجرد نقاط. 1 جسم جميل. 2 احتمال اقل للجلطة. 3 احتمال اقل للاورام. 4 صحة نفسية افضل ولا حد يقلل من اهمية الصحة النفسية. 5 برا اخلص النقاط، لو تقول لي اجيب لك 120 نقطة راح انطيك وما اخلص. التمرين ما صنع حتى انك تنحف لمدة شهرين، حتى انك تروح العرس بالخالتك وتكشخ قدام الناس ويقولون ما شاء الله هذا رشيق. خالي ايش لعبة النفس هذا؟ انت بلا مقتنع عليه من نفسك؟ يلا تمام خلص العرس ولا صرت رشيق بالشهرين ولا هم يحزنون. هسه شنو؟ راح تروح تترك الجيم وترجع تاكل مفلطح كل يوم، ومن يجيك شخص يسألك شنو رايك بالجيم والرياضه؟ هاي الشهرين يلا كلها على بعضها غلط تعتبرها تجربه معمقه وتقول له يا معويق هاي سوالف مال الناس فايخه بطران، تعال كل مفلطح احسن لك. خف على هيك نظام وعلى هيك تمرين. التمرين نظام حياه، انت من اليوم يلي تدخل بيه للجيم لليوم يلي الله يوديك للجنه انت تروح للجيم. يلا مو كل يوم، انا ما اروح للجيم كل يوم، اصلا على وقت تسجيل هذا المقطع انا صار لي يومين ما رايح للجيم. المهم هو انك تتمرن بنظام متوازن، ولا تنسى انت ايضا مع التمرين تحتاج راحة، كل انظمة التمرين اي واحد تجيبه بيوم راحة واحد على الاقل بالاسبوع. اكبر الاسباب يلي تحجج بيها الناس ما يروحون للجيم هو الوقت،
تمام، تمرن 3 ايام بالاسبوع بس، ولا تتمرن ساعتين، روح وبغبغ اي شيء تقدر تعليه، ما تقدر تمرن يوم واحد بس احسن من ولا اي شيء. الحجة الثانية، ما اقدر اروح للجيم، وهذه النساء يقولنها اكثر شيء، لا تروح للجيم، تمرني بالبيت. تستحي من اهليك؟ يلا تمام، لانك تستحين ظلي قاعدة تنفلطحك. بعد 20 سنة من تشوفين وزنك 150 كيلو، عندك انواع الامراض المزمنة، ضغط، سكر، سمنة مفرطة، كآبة، قلق، خمول، ويعبية، وكل اسبوع صارفة سعر كلية حتى تعالجين الكلية القبلية، قولي لي ايش كم طعم الفلطح لذيذ. لا تفهمني غلط، اكل مفلطح واكل برجر، الموضوع انك تاكل بشكل منتظم ومرة كل اسبوعين. لا تخلي ابو سعد قدوة لك. لا حد يستصعب التمرين، اي اعرف اول شهر يكون اصعب من بقية الاشهر. التمرين لا تخليه شغل، وانما خليه عادة عندك. نقول انك متعود من ترجع للبيت الظهر تتغدى، من تقعد من النوم تروح مباشرة للحمام حتى تغسل وجهك، شيء انت معتاد عليه وما ياخذ من طاقتك حتى. نفس الشيء التمرين، بعد شهرين الموضوع راح يصير شيء طبيعي بيومك. والله قعدت من اليوم، افطريت، راح للدوام، رجعت البيت، غديت، تمرنت، تابعت مسلسل السقف، خلصت موسمين ونمت. النقطة الرابعة، ذكاء أكبر. الآن أكيد راح تسأل، إيش دخلني أرفع 5 كيلو أتمشى 2 كيلو كل يوم بإني أكون أذكى؟ الرياضة اعتبرها هواية أكثر من كونها عمل. تعرف الهوايات شو تسوي؟ الهوايات تزيد من معلوماتك. من ترسيم أكيد راح تتعلم عن أنواع الأقلام وأنواع الألوان. إذا رقمي راح تتعلم عن التابلتات والبرامج وطرق استعمالها. إذا تطبخ راح تتعلم عن المكونات وشلون كل واحدة تشتغل ويا ثانية حتى تطلع بالوصفة الكاملة. من تتمرن أنت مباشرة راح تتعلم عن التغذية وشلون جسمك يبني العضلة. راح تحصل نفسك تقرأ عن كل هذه المعلومات. إذا ما يعجبك تتعلم عن طريق القراءة، موجودة مقاطع ما تنتهي باليوتيوب تعلمك. إذا ما يعجبك تقدر تسأل الناس بالجيم، اسأل الأقوياء أهل العضلات. وإذا بعد ما يعجبك اسأل الكابتن، يعني واحد يكون صاحبك بعدين. التعلم هذا يعني إنك حصير أذكى يوم عن يوم. اسأل أي شخص أبو عضلة عن أي معلومة بالتغذية، عسى لو كان ما يفهم يقرأ ويكتب، عسى لو ما يعرف اسمه، عسى لو ما يعرف واحد زاد واحد كم يساوي، راح تحصل محاضرة من أخصائي تغذية وأنت بس ضل وتعلم. راح تنصدم من كمية المعلومات ودقتها. مو بس التغذية، الموضوع أيضا واصل لأي علم مرتبط بجسم الإنسان. هذول يفهمون جسم الإنسان أكثر من بعض الدكاترة حتى. إيه لهالدرجة الموضوع يوصل. السبب إنه هو يتعلم ويقرأ منه ويطبق منه، وأيضا مع زيادة كمية الدم يلي توصل راسك راح تزيد سرعة ردة الفعل عندك. النقطة الخامسة، السمعة الجيدة. فكر بهذا البني آدم، بدون ما تعرفه، بدون ما يصير عندك أي تواصل وياه، راح تحسه شخص جذاب ولطيف، بينما هذا الشخص لا جذاب ولا هم يحزنون. العضلات تخلي شكلك جميل وتحط كل الهرمونات الجميلة بيك، وحتى تزرع ابتسامة بوجهك. خالد بتشوف هذاك ايش كم واثق بنفسه، وهذا بعد يعني اي واثق بنفسه. اكيد مره سمعت عن شخص يتمرن سواء ببيته او بالجيم، ومن جديد ما اعني ابو سعد يلي يجي الواهز ويترك التمرين بعد يومين. راح تجيك فكره، ما شاء الله هذا الانسان مهتم لجسمه وصحته وان شكله لانسان رائع. التمرين راح يجيب لك سمعه جيده. يلي يتمرن بالعاده يكون شخص مهتم لصحته، ما يدخن ولا يتعاطى السكر السحري ولا يتعاطى الماريجوانا. انا ما علي. اي بالله تعال لنا، قول لي ايش كنت تتمرن. اتمرن 4 ايام بالاسبوع، واليوم الخامس راحه ارفع اثقال واجري. اي سليتر، انت من اقوى الناس اللي انا اعرفها. لك شنو هاي ابني؟ لك ماكو مثلك، ايش كم احبك. تشيت تحس مالك. لحظه، ما عندك سالفه على الماريجوانا اليوم؟ بابا انا اقلعت عن الماريجوانا. لك الف الحمد لله والشكر. يا الله يا الله الحمد لله. انا صرت مدمن على الطبخ بابا، كله بسبب المقطع الاخير. والله في السوالف هاي، اذا تريد تشيل نفسك عن الادمان وتريد تستبدل ادمانك بعاده مفيده، فهذه المقاطع راح يبغبغنك ويسوونك جون سينا.